بكل بساطة لو عندي قوة زي هيك مثلا 5 وهالزاوية 30، وأنا مثلا بدي أوجد المومنت النقطة بحيث إن لازم أحلل القوة هاي. طيب أنا بكل بساطة بدي أعرف كم زاوية ميلان، هاي زاوية ميلان 5. هسا بكل بساطة بعمل خط عمودي زي هيك، صار عندي مثلا قائم الزاوية، هالزاوية 30 فبالتالي هاي 60. فإذا هاي 60 تكون هاي 60، ف هذا عمود يعني هاي كاملة، هاي كاملة دائما 90 بتكون، فبالتالي بيظل هاي 30. فبالتالي الواي لما أسقط، لما أحلل هاي على هذا المحور اللي هو محور واي، بتكون هاي إيش؟ بتكون كوساين 30، والعمودي على 90 كوساين 30 أو كوساين 60. يعني بقدر أحكي كوساين 60 أو ساين 30، 60 و30 90، 60 150، فبتضل هاي 30. وأكيد كونه هذا ثلاث قائم الزاوية، إذا هاي 60 هاي 30 وهاي 30 مع هاي 30 بالتناظر أو التبادل، فبالتالي أنا دائما باخذ كوساين أو ساين. لو كان عندي السطح زي هيك، هاي 5 قصدي، ومش هاي الزاوية 30، لا حكالي هاي هي الزاوية 30، بطبق الإكس كوساين والواي ساين، يعني عكس الحالة هاي. يعني مش حفظ هي فكرة تفسير بس، خلاص كل الأسئلة زي هيك، يعني بيعطيني زاوية السطح للأرض وخلاص. يعني وهاي بتنطبق على نفس الحالة إذا كان السطح زي هيك، هاي الزاوية 30 فراح تنطبق على نفس الحالة هاي، بس لو أعطاني الزاوية اللي فوق راح تنطبق على الحالة اللي تحت.